ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 7 أدلة. فالدليل الأول حديث بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عنه أنه قال: من أتى عرافا. الحديث رواه مسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: لم تقبل له صلاة 40 يوما، أي لا يكون له أجر عليها، أي لا يكون له أجر عليها، فيجب عليه أن يصليها ولا يؤجر عليها. طيب ما منفعة صلاته إذا كان لا يؤجر عليها؟ ما الجواب؟ أحسن. ومنفعة صلاته إبراء ذمته وسقوط الإثم عنه، إبراء ذمته وسقوط الإثم عنه. وهذا في من أتى العراف، فالعراف نفسه أولى بهذا الوعيد. وهذا في من أتى العراف، فالعراف نفسه أولى بهذا الوعيد ألا تقبل منه الصلاة 40 يوما. والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول. الحديث رواه الأربعة إلا النسائي، وإسناده ضعيف وله شواهد يتقوى بها فيكون حديثا حسنا. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا في حق من؟ في حق الآتي الكاهن، في حق الآتي الكاهن. فالكاهن أولى بالتغليظ الشديد والوعيد الأكيد. وقوله فيه: فقد كفر بما أنزل على محمد، أي كفرا أصغر في أصح القولين، أي كفرا أصغر في أصح القولين، لقوله في الحديث المتقدم: لم تقبل له صلاة 40 يوما، لقوله في الحديث المتقدم: لم تقبل له صلاة 40 يوما. ولو كان كافرا كفرا أكبر كم ما تقبل الصلاة؟ لم تقبل له صلاة أبدا. ولو كان كافرا كفرا أكبر لم تقبل له صلاة أبدا. فهو واقع في أمر عظيم شنيع، لكنه لم يخرج من الإسلام. ومما ينبه إليه أن ما يجي في كلام أهل العلم من ذكر كون الشيء من الشرك الأصغر أو الكفر الأصغر لا من الأكبر فيهما، لا يراد به تهوين الوقوع فيه، لا يراد به تهوين الوقوع فيه، وإنما يراد به إيش؟ ما الجواب؟ ما هو يعني؟ نعم، أم بكر. أحسن. بيان ما يخرج به العبد من الإسلام وما لا يخرج، بيان ما يخرج به العبد من الإسلام وما لا يخرج. فإذا ذكر في شيء أنه شرك أصغر أو كفر أصغر فلا يعني كونه هينا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما كما تقدم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، يعني الخوف منه يكون شديدا عظيما.